يو السلام عليكم، معكم اخوكم زيد هاشيكس كما العاده. فيديو جديد اليوم، حلقه الماشنز. وانتم تلاقينا على انستغرام، على تيك توك، الانستغرام زيد هاشيكس بوينت ديلي، التيك توك زيد هاشيكس بوينت ديلي. ونشوفوا بسم الله، شوفوا الكاس كيفاش تحت وحده، وقول سبحان الله وحده تحت. اليوم ان شاء الله باش نجي نشوفوا اخر الاخبار واخر الفازيت واخر الفيديو اللي صايرين في تونس، ترانز يمكن، واللي انتم تلاقيتوني فيهم. دونك يلا بينا نشوفوا واش فما جديد. نسيت لايك، عملت اللايك؟ ياه جود جوب، خاطر احنا نحبوا نوصلوا 2000 جيم. ثانك يو. كيف عامل اشتراك وفعل الناقوس، خاطر كنا في السبعة نتاع العشيه نهبطوا فيديو جديد، وخاطر 70% منكم مش عاملين اشتراك في القناه، واحنا نحبوا نوصل 100,000 ان شاء الله. قربنا بالبيب بالبي، ويلا بينا نشوفوا ثم جديد في تونس. ليتس جو. تونس قداه فيها؟ 12 مليون تونسي. اقتل 6 ملايين. تموتك 6 ملايين. تموت انت مع 6 ملايين. اما كاني ننطر نموت. صار لا تحضرش للزناس براس امك، لا تحضر. اي فهمت انت تحب كل يوم. فما 6 ملايين عاملين الشغب في تونس برجو لي قرار تعسف فيه. اعجبني خويا، ريت واحد خطف جل نتر. اقتل على بعض خويا. تو تونس تنضاف ل 6 ملايين الباقي، وجاهم 6 زيت. السمير المشكله فيهاش السمير وخي، اللي توانسه راهم بالرسمي 90 ولا 95% منهم راهم عباد على محلاهم، راهم فاسدين تونسك ال 5% هذوك خويا، هذوك خلك صغير ويحير هذيك برسنتاج صغير وحيرت البلاد خويا، عملت هاللي حبت. مشكله صح. بسيرون اما كانت تترشح خويا انا ننتخب، انا من هنا خويا سي بون، معارضه ولا مع قيس سعيد في بالكل نتفقوا. اللي خطه بسيرون البروجرام نتاعو ما فماش ما اقوى منه، لا منظمات حقوق الانسان ولا خويا قوانين لا حد شيء. تلا عمل حكايه اقتل وتعدى صح. احنا توانسه نموتوا على القرارات التعسفيه. امشي صاحب الباسيون، تمشي تقدم روحك للانتخابات الرئاسيه ويكرفتوك، خاطر انت مقدم روحك للرئاسه، دونك لازم تكون عند عبد نظيف. اما هما خويا يقول لك راه عندك دوسيات تخدم، لازمك خويا تتحاسب عليهم ساعه قبل، بعد شد الحبس. مشكله هذه، خاطر البلاد حلك ولات منظمه، فما عباد ما عادش عايشه بها صاحبي، اللي الرئيس لازم يكون نظيف. لا حتى لو كان مسخ صاحبي حط. اما الحاجه الباهيه كانت حطيت في قلبه، فهمت في جره الحكايه هذه، تولي خويا صوت الثوره، شهيد الحريه، وراء سجون لكن الصوت واصل. الريق هذاك الحصيل نتاع الاعلام حفظناه وبيتناه وقزلناه خويا وعودنا قليناه يا لطيف. عزل اعطيونا رايكم في خطه باسيرون. قرارات التعسفيه هذه زعما تنجح، احنا توانسه نموت عليهم راه قرارات التعسفيه. دونك اعطيونا رايكم، اسكو انت مع باسيرون؟ اي واحد عمل اي غلطه نتاع سرقه ونطر الحصيل وذر عبد اخر يقتل. اقتل صح. كلكم قلتوا لي حلقه البيره نحبوا على البيره. البيرة مش مالش شغل، مش مالش شغل من التقييم ولاكم، ما يصيرش راعي برا حرام. عمل كيما هكا زوم اوت صاحبي فرش الجزيز، فهمتي طايش غاديك البيعة خامسة. البيرة هاي البيرة. لا 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 والله مش باش نقول التقي وربكم التقي مولاكم، ما يصيرش منه عيب حرام. عمل لك البيره خويا يعني ممدود على طول الطاوله. الانواع والاشكال كل قزاز بانواعه خويا، سلت يا ليل ولا والبواد زياده مش حتى قزاز، انواع الكل خويا. اما الشارك والريد بول شنو يدخلهم في البيره؟ الله اعلم. كمل تفرجوا ترى البيره هي شعير منتوج تونسي. ايوه يلزم نكونسوميوه معناتها. فنقول لك ماهيش مضره بالصحه ولا مضره بالصحه، مانيش انا اللي باش نحكم في الحكايه هذي. فماش توانسه بريسك الكل في صغرهم شربوا، وصلوا لعمر الأربعين ولاو يصليوا وتابوا، ماشي هكاك تونس بالحكايه هذي. احنا البيره اللي عندنا في تونس هل هي بيره باهيه ولا خايبه؟ انا باش نشوفه. لا ما نحبش نشوف خويا، السماح تطلع كي تطلع باهي يا خويا، معناتها العباد تمشي تشرب ولا نشرب. يا السماح خويا ربي معاك، ربي يوفقك وربي يعين. اما نحس فيها هكا ريحتك التحريض على الشراب كي تطلع باهي. ليه يا خويا تراه نشوف في اخر الفيديو ترى في القايله وتضربك. ما عرفش، ما نحبش نعرف. الشيطان دا يلعب لي بمخي. تي شوف تي برا عمل طله، شوفها باهي ولا خايبه برا، ما قلتلكش تشرب راه، قلتلك شوفها باهي ولا خايب. ومن بعد كان خال هو باهي هكي فيها صاحب، واش تعمل شيء ما تجربش هكا مره اثنين، فهمتي لصحتك راهو لصحتك. لا لا خويا ردوا بالكم، تدخلوا للتعازق هذيك، ربي يهديهم الناس الكل تشرب ما تشربش. فهمتي انا ما نشربش، عندي صحابي يشربوا. اي نعم فهمتي، ربي يهديهم خويا. كهو السلام عليكم، منين باش نحرض باش تشرب وتطلع البير باهي خويا، وتولي تسكروا فهمتي، تدخل ايه يرحم والديك زيادك يا خويا. تفرجت في الفيديو ولقيت البير باهي، والله عندك حق خويا، خويا تسكر لي بالبير ما ولا باهي.
كريستالين مش تبع التطبيع شوكو بيه. انا حدي حد الجزوز نسكر بالجزوز صحيح كجماعه ايه كجماعه كل تشرب لابلو عم نروحوا سكران انا بك انت بتعرف انه ممنوع الصيد معلوم ممنوع الصيد وكيف قاعد هون عم تصيد بدي اشوف مين بده يوقفني انا في تحدي صارخ للحكومه في التلفزه لا خلوا مغطي وجهي لا حد شيء احلى لبنان شوف شكو مش واقفني تعرض لي انت بذاتك بحكومتك بناسك بجيشك بالوطن متاعك تحب يشوف الكيك فاضي شغل انسان خويا ما عنده ما يعرف في حياته جست يحب يشوف شو باش يصير له معك يعمل كيد هو ظاهر فيما صار له شيء خاعد شيل على الاخر جوز تزيد شوفوا الحاجة دي واحد ها اثنين يا حاج رد بال ثلاثة شد الحمل يا حاج جنجل اكثر مني وبعد شي تدخل لي بلاصتي في المترو ولا عايش وليد خليني خدامك في الصف ايا من هنا وغادي اي حاجه خليلي بلاستيك ولا خليني نقعد خدام افهمش منه وريه الفيديو هذا يا اخوي بالدليل القتل لا لا ممثلين والله اكبر ممثلين تسحقوا جايز نوبل للتمثيل ولا للسلامه ديك على جايز ايوه تسحقوا الاوسكار في التمثيل ولو اعطاك ربي راهي تلقى حاجه ولا حاجه كبير في العمر برا من المترو يتحرك يحكي جو تزيد تدخل المترو سبحان الله هو يدخل ولا مرض الكل تصب عليه ولا عليه ولي هك ظهري اي ساقي اي يوكي درت انت من 6 متاع الصباح في السنتر فيل وخيطتها البلاصة كاملة ما حسيت بشيء ولا اللي فيها ذوك سبحان الله كيجي المترو يجيبهم معاه ها مثلين اخر وقت اما مسيرش خليكم باهين مسيرش فهمتني عامل الخير تؤجرون عليه وكهو قول It's just a song for the 2022 World Cup Tunisian citizens reaction when he heard it ناوي تخدم يا فيديو يا غالي وغبنا ورجعنا فهمت علي شي لاقي الفيديو تحدي المصعب في أحلى الملاعب تعهد التناغم تسامح كفاعة حضارة عريقة ثقافة صديقة وكل ما اجتمعنا العالم سمعنا ألواننا أعذب أنغامنا أطرب وما اختلفنا تنوع هدفنا هدفنا مستقبل أفضل مستقبل أجمل ونعيش هيا 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 ونعيش بسلام احلى نور دو هيا 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 هنا في تونس خويا الحومه والفازيات ودنيا وديكور مشي الغاديك خويا هيا هيا بينا نلعب كوكب زمرد ام بي سي 3 والله العظيم حتى شرف الام بي سي 3 ماشيش خويا لا لا علاش تذكروا فينا بالحكايه هذيك عليه والله ساعتنا حاط الغنيه من مخي طب باش ترجع لي خويا باش ترجع خويا نفكر فيها ونخمم فيها مره واثنين وعشر بعد كي نجي نرقد كيف كيف ونبدا نقاوم على الاولاد هيا 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 ونعديهم الانفكسيون هذيك تمشي للعبيد الكل وكهو صاحبي نرجعوا كما كنا قبل ناخذ نغني في الاغنيه هذه مع ان من داخل مخك يقول لك غنيها وانت من برا ليه بليز ليه برص امك هكاهو تعدينا انا هاني انا اول سبب من العدوى لا مش انا سامحني اللي تاقيني حسيبه ربي هكاهو عزيزي وشكرا في البيت كونوا هكا معنا على الفيديو ما تنسيش تضربة لايك شير سبسكرايب معكم اخوكم زيد هاش تضم ما تنفكنيكس يلا باي باي